بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر شعبان من قناة Education Channel التعليمية. برحب بيكم في حلقتنا النهاردة. حلقتنا بتتكلم عن ازاي نملأ نموذج البحث المدرسي، النموذج الجاهز او القالب الجاهز اللي صممته الوزارة ونزلته على موقع وزارة التربية والتعليم عشان الطلبة يحملوه ويملوه بعد عمل موضوع البحث. هنمشي مع بعض خطوة خطوة ازاي نملأ النماذج او قوالب الابحاث اللي نزلتها الوزارة. اول حاجة قالب البحث ده عايزين نعرف هو شكله ايه. تاني حاجة ازاي نملأ نموذج البحث، هل هنعمله على ملف وورد او ملف اكسل او ملف بي دي اف. بعد كده هنحمل النماذج دي منين. انا ان شاء الله جمعت لكم كل النماذج الجاهزة وعملتها في صندوق الوصف بروابط او لينكات اسفل الفيديو. يعني هنضغط على اللينكات ديت ونحمل النماذج. النماذج كلها ان شاء الله موجودة من الصف الثالث الابتدائي للصف الثالث الاعدادي. هناخد مشروع بحث للصف الثالث الابتدائي كمثال، وهو مثلا موضوع الصحة. هي دي الصفحة الاولى من النموذج، شكلها كده. في الجزء العلوي من الصفحة عاوزنا اول حاجة نكتب عنوان للموضوع. طيب عنوان الموضوع اللي هنكتبه هنكتبه ازاي؟ هو المشروع بيتكلم عن الصحة، يا ترى هنكتب العنوان الصحة بس، يعني كلمة الصحة وبس؟ طبعا الكلام ده مش هينفع، لازم نجيب عنوان جذاب او عنوان كبير بيتكلم عن الصحة. على سبيل المثال مثلا ممكن نكتب صحتك مستقبلك ومستقبل اسرتك. في الحالة دي هيبقى العنوان كويس وكافي ومعبر عن مشروع البحث بتاعي. الجزئية اللي بعد كده مدي كاتب لي الرقم التعريفي. الرقم التعريفي ده يا جماعة اللي هو رقم كود الطالب، بس احنا هنكتب معاه الاسم زيادة التأكيد. هنكتب الاسم رباعي ومعاه الكود بتاعنا كود الطالب. لو كان المشروع هيعمله اكتر من طالب هنكتب برضو اسم الطالب رباعي، كل طالب منهم هنكتب اسمه رباعي وهنكتب كوده وصاده. في الجزء الثاني من اول صفحة من النموذج هنا مدينا المقدمة. المقدمة دي اللي هي مقدمة عن موضوع البحث، والمقدمة بتاعت البحث ديت ليها شروط. لازم تبقى عدد الكلمات من 20 لـ25 كلمة. بعد كده هندخل على الصفحة الثانية من النموذج. هنلاقي هنا فوق في الصفحة مكتوب عناصر الموضوع، يبقى الصفحة دي بتاعتنا دي متعلقة بعناصر الموضوع. بس قبل ما نكتب العناصر هو عايزنا نحط هنا صور متعلقة بموضوع البحث. يعني هنجيب صورتين متعلقين بموضوع الصحة ونحطهم في الجزئية ديت. طيب الصورتين اللي متعلقين بموضوع البحث دول هنجيبهم منين؟ نحاول نحملهم من محرك البحث جوجل. نكتب كده في البحث هنكتب صور متعلقة عن الصحة، هتظهر لنا طبعا نتائج كتير جدا وصور كتير. نختار منهم افضل صورتين ونجمعهم ونحطهم هنا في الجزئية ديت. بعد كده هنكتب عناصر الموضوع. عناصر الموضوع ليها شروط بعدد كلمات من 200 لـ250 كلمة. في الصفحة التانية او في الصفحة التالتة اللي هي اخر صفحة من النموذج، في الجزء العلوي عايزنا نعمل لافتة. في الجزء دوت نرسم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة بتتكلم عن الصحة. طيب قبل ما نقول او قبل ما نشرح ازاي هنعمل اللافتة، عايزين نرجع للمطلوب او العنصر اللي الوزارة منزلاه في موضوع الصحة. كان بيقول ايه؟ كان بيقول لنا تصميم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة بالسنتيمتر للحفاظ على الصحة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ثم حساب محيط اللافتة. يبقى احنا أول حاجة هنعمل لافتة على شكل مستطيل، بعد كده هنكتب جوه جملة باللغة العربية وباللغة الأجنبية، نفس الجملة باللغة الأجنبية يعني ترجمتها. الجملة دي هتتكلم عن إيه؟ عن الحفاظ على الصحة. يبقى احنا هنعمل اللافتة الأول على شكل مستطيل، وبعدين هنكتب جملة باللغة العربية بتتكلم عن الحفاظ على الصحة ونترجمها للغة الإنجليزية. بعد كده هنحسب المحيط بالطريقة الحسابية أو بالطريقة الرياضية اللي احنا عارفينها ونكتب المحيط تحتها.
بعد كده في الجزء الأسفل دوت هنكمل ونستكمل موضوع البحث عادي جدا. في الجزء الأخير من الصفحة الثالثة من النموذج أول حاجة فوق مدينا النتائج. طيب النتائج دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ملخص لموضوع البحث، والملخص دوت ومعاه الحاجات أو الأشياء أو المعلومات اللي إحنا استفدناها من تجربة عمل البحث. آخر حاجة هنكتبها المصادر، والمصادر دي زي ما قلنا قبل كده هي مصادر المعلومات اللي إحنا حصلنا عليها واستخدمناها في عمل موضوع الإيه؟ البحث، سواء كانت من الكتاب المدرسي أو من المكتبة الرقمية أو من المواقع الإلكترونية. طيب كده إحنا عرفنا نملأ النموذج في موضوع، بس موضوع واحد بس اللي هو موضوع الصحة. احنا لسه عندنا موضوعات تانية هنعمل نفس الشيء بالظبط في موضوعات الطاقة او السياحة او الماء، والكلام ده هيبقى لمين؟ للصف الثالث الابتدائي والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي لحد الصف السادس الابتدائي. في الحلقة اللي جاية بقى ان شاء الله هنشرح ازاي نعمل او نملأ قالب البحث للمرحلة الاعدادية، وده هيكون بالتفصيل طبعا لاختلاف الفئة العمرية وكمان لاختلاف موضوعات البحث. ما تنسوش تحميل القوالب او النماذج الجاهزة للابحاث اللي نزلتها الوزارة، كلها مجمعة في روابط اسفل الفيديو من الصف الثالث الابتدائي للصف الثالث الاعدادي بصندوق الوصف. وكمان ما تنسوش تدعمونا بلايك او سبسكرايب. مع تحيات قناة النهضة التعليمية Education Channel، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.